ايه يا عزت، عم تقول الوالدة انت بتعرف مين ورا تفجير القلعة، صحيح هذا الحكي؟ نعم سيدي، بعد ما تكرفت هذيك الكرفتي تنذكر وما تنعاد وراح فيها عصي. صد اتذكر قصص انا ما كنت اتذكرها، يعني صد انتبه على شغلات ما كنت انتبه عليها، هلا صد انتبه عليها سيدي. طيب هات لشوف، شو بتعرف عن تفجير القلعة؟ سيدي انا بعرف لك مين اللي خطط ومين اللي نفاز، وإذا بدك بواجهن وبقلع لك عينتين والتنتين. اخ اللي لشوف مين خطط ومين نفاز. ما في شيء سيدي، رح أعطيك يا عم الأخير. يلي خطط الحجي الوالد يعني الكريم، ويلي نفاز عادل المسطول، وجيبهم الاثنين لقلع لك عينتين. اخ